هذا أولا. ثانيا حسن التعامل مع الأزمنة الثلاث، يعني من الصحة النفسية باش تقدروا تنجحوا في حياتكم لازم تعرفوا تتعاملوا مع الأزمنة الثلاث. وش هي الأزمنة الثلاث؟ الماضي، الحاضر، والمستقبل. الماضي كيف أتعامل معه؟ الماضي ديالنا هو عندنا جانب من الماضي هي نجاحات حققناها صح، وعندنا جانب من الماضي وش هو؟ هو مجموعة من الفشل والإخفاق اللي جاز علينا في حياتنا، وين خسرنا، وين ما جبناش وش كنا حابين، وين شاركنا في مسابقة وما نجحناش. هذا هو الماضي، يا إما نجاحات وإنجازات يا إما إخفاقات وخيبات أمل صح؟ هذا هو الماضي. طيب كيف أتعامل مع الأولى وكيف أتعامل مع الثانية؟ الإنجازات والنجاحات لازم نكتبها، نقدرها، أشعر بها، أشكر الله عليها، لازم، لأن نفسك اليوم حابها تزيد تنجز، ما زالت الحياة قدامك، حاب تزيد تربح، كيفاش أنت ما كرمتهاش على نجاحات تاع 20 30 40 سنة وراك حابها اليوم تزيد تعطيك؟ تمر عليكم فترات فراغ في الحياة، فترة تاع فراغ ما تقدريش تشدي المصحف، تربي يومين ثلاث أيام، واجباتك ديريهم بالسيف، تمر عليكم فترات كما هذه، شغل مريضة بصح بلا مرض، مقلقة وما عندك حتى سبة، ومن بعد اللي يجي يقول لك عشاك مقلقة تزيد تقلق أكثر، صح؟ تمر عليكم هذه الفترات، الحمد لله بشر يعني الحمد لله. فما دام هذه الفترات تمر عليكم، فكرتوا منين تجي؟ فترة لا إنجاز ما تقدري تديري والو. منين تجي هذه الفترة؟ الإحباط منين بصح؟ وش السبب؟ السبب الفراغ صح، بصح السبب وش هو السبب؟ تراكمات. جيد، شوف نفسك، نفسك عندها شحال وهي تدير معاك إنجازات، لكن احنا بكري قرونا بلي النفس أمارة بالسوء. وش معناه؟ اضربها، عاقبها، حطمها، بهدلها، امسح بكرامتها الأرض. بصح نفسك إذا دارت حاجة مليحة بلا مزيتها، بصح حسنا بك تغلط، شوف وش ندير فيها. علمونا هكذا، لما تنجز ما نشكروهاش، بصح كي تغلط نجلدوها ونعاقبوها. علمونا نعرفوا نقولوا لنفوسنا انا الجايح اللي رحت نتبع في فلان، انا الاحمق اللي وش داني وعلاش درت هكذا. علمونا هذا الشيء، بصح ما علموناش نقولوا حوايج مليحه لنفوسنا حتى وهي تنجز. تعرف مما يروى ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه جالي واحد السيد يساله في ايه من كتاب الله وش تفسيرها؟ فعبد الله بن عمر قال له لا، قال له انت عبد الله بن عمر لا تعلم؟ قال له نعم عبد الله بن عمر لا يعلم. فذهب الرجل وهو ينفض يديه، ما بقى والو في الدنيا الى عبد الله بن عمر حبر الام لا يعلم، وش بقى؟ ينفض يديه، خلاص راحت هذه الدنيا، عبد الله بن عمر لا يعلم. قال عبد الله فاعجبتني نفسي، عجبته روحه كي قال لا أعلم. قال فقبلت يدي وقلت أحسنت يا عبد الله، قلت لشيء لا تعلمه لا أعلم. مع منه ويحكي مع نفسه، دارت إنجاز كرمها سير بلاس وسلم على يده، ما كانش قدامه كاش حانوت كاش يروح يشيلها كادو، فسلم على يده، قبل يده وقال أحسنت يا عبد الله، قلت لشيء لا تعلمه لا أعلم. فاحنا ما عندناش القدرة نشكروها ونكرموها ونقولوا لها كلام مليح من جلدها كي تغلط. تعبت هذا النفس، إنجازات إنجازات ولا أحد يقدر إنجازات. أكي شايفة أنت لما تتعبي في الدار تخدمي وتحطي وتطيبي وتديري، وبعد واحد ما يقول لك جات بنينة كتر خيرك، واحد ما يقول لك أعطيك الصحة، شتيها؟ نفس الشيء، نفسك هكذا يدير معك، هي تنجز وانت ما كيش تشوفي وش يدير، ما كيش تكرميها. فنفسك وش دير؟ دير لك إضراب عن العمل مدة ساعتين، عيشي الدنيا تشوفي وحدك تجبد روحها وتخليك، وانت تولي ما عندك حتى لذة، ما عندك حتى قوف في الدنيا. الناس يضحكوا انت ما تقدريش تضحكي، الناس فرحانين قدامك وانت مقلقة وما على بالكش علاش راكي مقلقة. القنطة دايرة حالة وتحس روحك تعبانة، انجازاتك ما تقدريش ديريهم لأنك تعيشين في هذيك الفترة بدون نفس، دارت لك إضراب عن العمل باش تعرفي قيمتها. نعود نولي ومن بعد وتعود تولي لنا الروح وتولي لنا حياتنا وتولي لنا النفس وتولي اللذة وتولي السعادة والمرح، ونعود نولي ونعود ننسى ونطيح نفس الخطأ من بعد، وما نزيدوش نقدروا إنجازاتها سنوات. المرة الجاية ممكن ديرنا إضراب يوم كامل، وممكن ديرنا إضراب تاع شهر شهرين، وممكن حتى ديرنا إضراب اللي يكون طويل المدى ويحتاج علاجات باش نعود نوليو. إلى متى؟ نقدرش نفيقوا.
وقتاش نفيقوا بلي القران ما قالش برك على النفس الاماره بالسوء، وقتاش نفيقوا بلي كاين نفس مطمئنه في القران ثاني، وقتاش نفيقوا بلي كاين نفس لوامه في القران ثاني، وقتاش نفيقوا بلي نفسنا ماشي هذاك العدو اللي لازم نعاقبوه، هو العدو اللي احذر منه، لكن ماشي معناتها تجلدوا وتعاقبوا كل يوم. وفي رياض الصالحين باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول احدنا خبثت نفسي او ان يقول انا نافقت، فيها نهي تحكي على نفسك حوايج ماشي ملاح. واضح؟ سهل بزاف لو كان يجوا يقولوا لك اعطينا لي ديفو ديالك بسرعه، بصح صعب لو كان يجي يقول لك واحد اعطيني لي كاليتي ديالك، اعطيني حوايج ملاح فيك، تقعد تفكر وتقول نورمالمون على حسب واش يقولوا عليا الناس، ها ان شاء الله ربي ما يكتبها ليش سيئه. علاش راح تحكي على صفات عطاها لك ربي؟ على هذا الشيء كامل، على هذه المقدمات كامل راح تحكي على نعم، واما بنعمه ربك فحدث. ما سقسيناك شحال صليت البارح قيام الليل، ما سقسيناك شحال لك تصوم اثنين والخميس، ما سقسيناكش كم تتصدق كل يوم، بينك وبين ربي سقسيناك واش هي الصفات اللي عطاها لك ربي، واما بنعمه ربك فحدث. فقول أنا مجتهد ومحب وكريم ومعطاء وصاحب كلمة وعندي كذا وعندي، اذكر هذه الصفات. وربي قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا من شكرها، النعم التحدث بها من شكرها. فالتعامل مع الأزمنة الثلاث يبدأ من الماضي. الماضي عندي فيه جزء من الإنجازات لازم نقدرها ونشكرها، ونفسي باش تعطيني الإنجاز الكبير في المستقبل الذي أنتظره لازم نكون شكرتها وقدرتها على الإنجازات السابقة. نعطيكم باختصار واش عمليا، خذوا كراس صغير في البيت، كناش ولا كبير كما تحبوا، كراس، هذا الكراس خاص بكم بكنا، هذا الكراس هذا قسموه على زوج، القسم الاولاني اللي منا اكتبوا فيه كل الانجازات اللي حققتوها في حياتكم من وقت اللي شفيتوا على روحكم كلها، صغيره كانت او كبيره. يعني نهار حفظتي سوره الفاتحه اكتبي باللي حفظت سوره الفاتحه كان في عمري 3 سنين، هذا انجاز كبير، ملايين من البشر لا يحفظونها. نعم، كاش نهار رحتي بعتوك داركم رحتي تقضي ورحتي وعرفتي تولي للدار، ما تبحرتيش وما طيحتيش الصرف، جبتيه سوا سوا، انجاز هذا سجليه. كاش نهار درتي روسات ونجحت لك، انجاز سجليه. كل حاجه تفكريها ربحتي فيها سجليها. وبالتالي هنا نشجعوا باش نجوا نديروا انجاز اكبر. لما انا نجي نوقف امامكم الان، انا ماذا احتاج باش نكلمكم؟ الى جراه ادبيه، احتاج الى شجاعه، فصاحه، صح؟ طيب انا الان احتاج الى الماضي ديالي، كي نوقف هنا واش نقول؟ نعاود نرجع للماضي. كاين كاش نهار كنت فصيح وكنت جريء وكان عندي حضور ما شاء الله وقدرت نقنعهم؟ كاين، نعم. فكيما درت الهيه ونجحت نقدر نزيد ننجح اليوم. هذا هما لي روبير، المعالم تاع النجاح اللي تعتمد عليهم في نجاحك في المستقبل. كما فعلنا سابقا يمكن ان نفعل اليوم مره اخرى. واضح؟ هذا من جهه ثانيه عندي في الماضي ديالي مجموعه من خيبات الامل، الفشل، الاخفاق، حوايج درتهم وما ربحتش فيها. هادو كيفاش نتعامل معاهم؟ الكراس الجزء الثاني منه نعلم الدروس المستفاده من خيبات الامل والفشل. كل فشل هو درس تعلمته، حوله إلى درس، ماذا تعلمت من هذا الموقف؟ شاركت في مسابقة وما ربحتش، ماذا تعلمت منها؟ كنت في علاقة مع صديق ولا كنت في علاقة مع جارة وصارحتيها وقربتيها ودارت لك مشكل، ماذا تعلمت منها؟ هذه الدنيا تعلمنا. وكل فشل هو موش فشل في حد ذاته، وإنما هو درس جانا في الحياة، جاي يعلمنا حاجة ويروح. هذا هو الفشل، لازم نتعامل معاه بهذه الطريقة. أديسون هذا اللي اخترع المصباح، هذا الضوء اللي تشوفوا فيه، توماس أديسون قال لك
جرب 1000 محاولة باش شعلت اللومبا. 1000 وهو يجرب 1000 شعلت. قالوا له كيفاش صبرت على 999 محاولة فاشلة؟ قال لهم لم تكن محاولة فاشلة، 999 مرة وأنا نتعلم طريقة لا يشتعل بها المصباح، وفي 1000 تعلمت الطريقة اللي يشتعل بها المصباح. أنا دائما نتعلم، مم الفشل نتعلم. فليس هناك في الحياة فشل ولكن تجارب وخبرات. قال لك الضربة اللي تقويك وتعلمك. فنحول كل خيبات الأمل إلى ماذا؟ إلى دروس تعلمناها في حياتنا. إذن هذاك الكراس نقسمه على زوج، جهة نكتب فيها الإنجازات اللي حققتها هكذا، وجهة نكتب فيها الدروس اللي تعلمتها من الماضي ديالي. هذا كراس الماضي، كيفاش تعاملت مع الماضي ديالي. الآن جي الحاضر، كيف أتعامل مع الحاضر؟ احنا عندنا صنفين من الناس ما يعرفوا يتعاملوا مع الحاضر، وكاين صنف واحد يعرف يتعامل مع الحاضر، هما كامل ثلاثة. هذوك الزوج شكون هما؟ عندنا واحد كل ما يجي الحاضر ديالو يجي الماضي يسرق منه الحاضر، وكاين الانسان يجي الحاضر غير يجي يعيشه، يجي المستقبل يسرق منه الحاضر. نعطيكم مثال. صح، كاين ناس تعرفوهم في الحياه غير نجوا نفرحوا، غير نقصروا نبداو نفرحوا نبداو نضحكوا، تقول لو كان غيري معنا يما اليوم الله يرحمها، شتو شحال تفرح لو كان هي معنا. ومن بعد هذيك الفرحه هذيك الجلسه تولي كاع بكا، ونبداو نذكروا هذيك اللي ماتت ونبداو كاع نبكيو. كل ما نجوا نفرحوا تروح تجيب لنا الموتى. كما بعض الناس كل ما يجي العيد يروح المقبره. يا سيدي المقبره كل يوم، علاش في العيد؟ علاش؟ ياك تكره باش تدعي لهم، ولاش في العيد؟ في العيد فرح مع الاحياء، وكل يوم دعي للاموات. مبرك في العيد فرح مع الاحياء، صح؟ وكما بعض الائمه للاسف بعضهم قليل يعني الحمد لله دوكا شويه توعوا، في وقت ما كانوا يحبوا يصمتوا العيد للناس. زعما احنا نروحوا للعيد نلبسوا مليح هكذا، والام تلقاها صباح تلبس لولادها ودير لهم العطر وتزينهم ودارها مزينه والقاطو انواع فوق الطابله، ومن بعد نروح ونصلي وصلاه العيد، ومن بعد تلقى الامام عيد هذا واخوانكم يموتون فيه، أي عيد هذا وإخوانكم يقتلون فيه، أي عيد هذا في الصومال كاين مجاعة، أي عيد يجبد لنا واحد البلدان سمعنا بهم ماش بهم، وأي عيد هذا. ومن بعد يخرجنا عيد بأي حال عدت يا عيد، ويذكرنا بالموتى ويذكرنا باللي فقدناهم، ونخرجوا حنايا مدمرين من الجامع ديركت المقبرة، روحوا نشوفوا نتفقدوا الموتى. ما كان هذا أبدا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه أبدا. كان يجي العيد يفرح ويعيش مع المسلمين فرحة العيد، وما يقول لهمش كيفاش راكو تعيدوا والناس ماتت، مع أنه كانوا الصحابة في الغزوات يموتوا وماتوا أقرب الناس ليه. أبدا ما كانش هكذا. كان يعرف في وقت الفرحة كيفاش يفرح، فضحك حتى بدت نواجده، وفي وقت الغضب كيفاش يغضب، وفي وقت الحزن كيفاش يحزن. كان المشاعر ديالو يحطها في المكان المناسب، ماشي في وقت الفرحة نحزن وفي وقت الحزن نفرح. وكاين الناس ماشي الماضي هو اللي يسرق منهم الحاضر، المستقبل. تعرفوا واحد الناس كي تكونوا تقصروا هكذا مثلا في مناسبة في عرس، تلاقوا الفاميليا العشية يضحكوا ويقصروا، ومن بعد تجي وحدة تدخل ليكم تجري غير تشوفكم تضحكوا، اسكتوا اسكتوا ضحكتوا بزاف ان شاء الله ربي يجعل الخير ان شاء الله ما يكون والو. ألا أوحي إليك؟ قالوا لك جاية زنزلة. ألا يعني عن بالكم ربي هكذا ما يحبش الناس يضحكوا؟ يضحكوا ينزل عليهم في رمضان. علاش؟ لماذا سوء الظن بربي؟ علاش؟ علاه تسكتينا تكوبينا الضحكة في الوسط؟ كش ما جاك تيليك، كش ما جاتك ميساج، واش قالوا لك؟ لا سكتوا سكتوا ضحكنا بزاف ربي يجعل الخير. إن شاء الله تخرج لنا على خير، إن شاء الله يا ربي تخرج لنا على خير، ضحكنا. لا لا ربي ربي روحي يحبنا كي نضحكوا، ماشي كي نفرحوا يعاقبنا. لا لا هذا سوء ظن بربي سبحانه.